الرجوع للحياة الطبيعية نوعا ما ولا الروتين بعد أسابيع من الحجر الصحي بسبب كورونا صراحة فرحة لا توصف، فالحمد لله يا ربي. ياه شحال من حاجات جميلة كانت حايطة بينا، وشحال من حاجات زوينة ما كناش عاطينها قيمة. سبحان الله، فعلا الإنسان ما كيعرف بالقيمة ديال الحاجة وما كيعرف بالقيمة ديال النعم حتى كيفقدها. فأجي ونحمد الله ليل نهار على كل نعمة كبيرة كانت أو صغيرة. تحياتي لكم.